عربيه ايه اللي حرقتها؟ ايه جو الافلام العربي دي؟ يعني متخيل لما تحرق لها العربيه هتهتها؟ هتخليها تتكتم وتجيب الفيديو اللي معاها؟ يا زعامه انا مش عايزك تقلق، انا بس بقصقص ريشها في الاول. بلا ريشها بلا زفت. راضي انت تنفذ اللي بقولك عليه وبس، دماغك دي ما تشغلهاش خالص. الموضوع ده هيخلص النهارده زي ما وعدتك. المهم بعد ما تخلص تنضف وراك، احنا مش عايزين حد يمسك علينا حاجه. اقول لي صحيح، انت مش كنت قلت لي ان البت دي ليها جوز اخت فائد وعمه الجنيه؟ مظبوط. انا عايز الواد ده يجي لي هنا. يجي لك يعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مش لازم تفهم يا راضي، قلنا ايه؟ ما تشغلش دماغك دي خالص. اللي تشوفه يا زعامه. ايه ده؟ بقول لك ايه يا اختي؟ انتوا نقلت ابويا من هنا؟ لا ده جماعه قرايبه جم خدوه. قرايبه؟ قرايبه مين؟ ما عندناش قرايب. هم قالوا ان هم قرايبكم. انتوا يخرب بيتك، قرايبه وزفت ايه؟ انتوا ودوا ابويا فين؟ انا هوديهم 60 داهيه يا ابويا يا عبد الله. اهدي اهدي. الو. ما تتخضيش، ابوكي بخير. لو عايزاه جهز الفيديو اللي معاكي واستني مني تليفون. ابويا عندهم يا عبد الله. ابويا عندهم. ابويا عندهم. قلت لك بلاش السكه دي يا غاليه، السكه دي مش بتاعتك. بس كل اللي ابويا حنفي انا هديها فوق راسهم كمان. ما ينفعش، الموضوع ده لازم يجي بالهداوه. ابويا دلوقتي عندهم ومهران الشيبي ده شكله ايديه طايله. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اديهم حاجتهم، نديهم حاجتهم وناخد ابويا وخلاص، يبقى الموضوع اتقفل على كده. وانت فاكره مهران ده لو خد الفيديو هيسيبنا في حالنا؟ مش مهم، المهم ان انا اخد ابويا وبعد كده يعمل فيه اللي هو عايزه ان شاء الله. يتقفل ساعة زمن وتتصل بالبت غاليه دي، خليها تيجي هنا وتجيب الفيديو معاها والواد السواق بتاعها ده كمان. انا هقابلهم بنفسي. بنفسك؟ بنفسك ليه يا زعامه؟ الموضوع خلصان والعيال دي ما تستاهلش يعني. مش انت اللي تقول يا راضي؟ 100 مرة أقول لك دماغك دي ما تشغلهاش خالص. ما دام قلت هقابلهم بنفسي يبقى هقابلهم بنفسي. تمام يا زعامة. بس أنا أريحك. أصل أنا أحب أفعص اللي يقف قصادي بإيدي. نظرة الانكسار والضعف في عينيهم ساعتها بتسوى ملايين يا راضي. زي الدبان بالظبط. وأنت بتقتله بالمغرب. مع انك ممكن تموته بمبيد حشري وتخلص. اتأخروا قوي. تفتكر اتأخروا ليه؟ بيلعبونا اولاد الهرمة. عارفين ان احنا دلوقتي على حامي ولا على بارد. قال لك نسيبهم نسويهم على الجنبين شوية. ربنا يستر. انا خايفة على ابويا قوي. يا ترى هو فين وبيعملوا فيه ايه؟ مش هيزوه يا غالية. طول ما معاك الفيديو مش هيزوه. بتهيألك. دول ناس جبابرة وقلبهم ميت. خطفة ابويا دي قرصة ودن. لكن هم عندهم ألف حاجة وحاجة يلو بيها دراعي. في أمي وفي نوح، كل دي كروت. ربنا يستر ما يكونوش عملوا حاجة في أبويا. ما تشغليش دماغ المال بقى، إن شاء الله ربنا يعديه على خير. تو ردي ردي. ألو. قدامك نص ساعة وتبقي عندي في الشركة. حاضر. طبعا عارفة العنوان. أيوه أيوه عارفاها. أنا جاي على طول. يلا عبد الله قوم. غالية ما تستني يا غالية، اروح انا المشوار ده بدالك. يا اخوي ما ينفعش، لازم اروح معاك بنفسي. يلا يا عبد الله. انا اللي خايف عليك يا غالية. يلا.